التجربة سوف نتعلم كيفية برمجة Single Layer Feed Forward Neural Network. في محاضرة سابقة تعلمنا كيفية برمجة Single Neuron بالماتلاب، وفي هذه التجربة أيضا سنتعلم كيفية برمجة Layer كاملة أيضا بإعزاز الماتلاب. مثل ما نلاحظ هنا هذا الشكل يمثل Single Layer أو طبقة واحدة من Neural Network اللي تتألف من مجموعة من النيورون. هذه السنجل لاير داخل لها انبوت فيكتور اللي نرمز له برمز بي. طول هذا الانبوت فيكتور ار اللي هي عدد العناصر الموجودة بهذا الانبوت فيكتور. عندنا هنا كل واحد من الاليمنت او العناصر الموجودة بانبوت فيكتور مربوط بكل النيورون الموجودة بهذه اللاير. اوكي، وهذا الربط بي ويت بويت اللي نعبر عنه باستخدام الويت ماتريكس هذه. اوكي، هنا عندنا عدد النيورون الموجودة بهذه الشبكة نرمز له برمز S اللي هي عدد النيورون الموجودة باللاير الوحدة. فبالتالي حجم هذه الويت ماتريكس راح يكون S في الR. مثل ما قلنا الS هي عدد النيورون والR اللي هي عدد العناصر اللي موجودة بالانبوت فيكتور. كل واحد من ذول النيورون راح تصير بيه عمليتين. اولا الانبوت اللي داخل على هذه النيورون الوحده راح ينضرب بالويت، راح ينجمع كله لكل العناصر الموجوده بالانبوت فيكتور. فهنا بالخطوه الاولى راح نضرب الويت في البي ونجمع وياها قيمه البايوس. اوكي، اللي هي عباره عن سنجل فاليو، الانبوت مالتها واحد والويت مالتها بي. هذه بعد أن ضربنا الـ weighted input اللي هي الـ W في الـ P نجمع وياها قيمة البايوز لكل نود، راح يطلع لنا الـ output الموزون اللي هو الـ N. هذا الـ N راح يدخل على transfer function اللي نرمز له برمز F، والإشارة الخارجة من كل نيورون راح نرمز لها برمز A. فإذا الـ A راح يطلع واحد أو قيمة واحدة من كل واحد من دول النيورون، فراح يكون لنا طولة أيضا S بعدد النيورون الموجودة، لأنه قلنا الأوتبوت من كل نيورون هو عبارة عن قيمة واحدة. فإذا عدد العناصر إذا هم إيش كم نيورون، إذا هم S من العناصر فمعناتها الـ A أيضا طوله S. الـ A عبارة عن فيكتور طوله S. وهنا مثل ما نشوف الماتلاب ريبرزنتيشن، تمثيل الماتلاب للسنجل لاير نيورال نتورك، عبارة عن عندنا الانبوت فيكتور اللي طوله R نرمز له بالرمز P. فالبي عبارة عن فيكتور يمثل عمود واحد أبعاده R في واحد مضروب في الويت. الويت عبارة عن ماتريكس أبعادها S في ال R. هذه ال W تنضرب في ال P وبعدين نجمع وياها البايز اللي هي عبارة عن عمود طوله S. راح الناتج مال هذا الجمع الموزون راح نرمز له بال N اللي هي عبارة عن أيضا فيكتور مثل لنا عمود طوله S. راح يدخل على الترانسفير فانكشن اللي هي ال F، راح يطلع من عندها ال A الأوتبوت من هذه الشبكة اللي عبارة عن فيكتور طوله S من العناصر. نجي نلاحظ هنا الويت أو البايوز. إذا هنا نشوف الاندكس مال كل عنصر بالويت هذه W واحد اثنين، معناتها هذا الويت يربط ما بين الإشارة اللي جاية من الانبوت سورس الثانية اثنين. أوكي، هذا السورس يعني الإشارة اللي جاية من عندها من النقطة الثانية واللي رايحة للنيورون الأولى واحد. فإذا W الاندكس مالتها عبارة عن الديستنيشن والسورس. السورس يكون الاندكس الثاني يعني نقطة بداية الإشارة، والديستنيشن هنا هو الاندكس الأول اللي هي النيورون اللي رايحة إلها هذه الإشارة. فهذه عندنا الاندكس للويت. طيب البروسيجرز هسه ممكن من الممكن هسه نكتب إعاز بالماتلاب حتى نبرمج هذه السنجل لاير. السؤال الأول using matlab write appropriate code to test the output of a simple feed forward network.
having three input source node. يعني هنا أنا أكتب إعازات الماتلاب حتى أتبرمج الأوتبوت أو اللي يطلع من السنجل فيد فورورد نتورك بيها ثلاثة أنبوت نود. أوكي، فإذا طول الأنبوت فيكتور البي هو ثلاثة. أيضا شنو بيها؟ تو نيورون إن ذا أوتبوت لاير، يعني عدد النيورون باللاير هذه هو اثنين. إذا الإس مالتي اثنين، و هنا عندنا مثل ما تشوفون الار مالتي 3 والاس مالتي 2. عندنا each source node is connected to each of the output neuron، يعني كل نقطة أو كل element بالانبوت vector راح يكون مربوط لجميع العناصر الموجودة بهذه layers. اوكي، والويت ماتريكس مالتي W راح تكون عبارة عن مصفوفة أبعادها 2 في 3 تمثلها هذه القيم، 1 1 2 بالسطر الأول، ناقص 1 ناقص 1 ونص 1 بالسطر الثاني. البايوس بما أنه عدد النيورون الموجودة باللاير هذه 2، فالمفروض أكو نقطتين بالبايوس، B1 اللي هي ناقص نص وB2 اللي هي ناقص 2. طيب الانبوت باترن الداخل لازم نحدد شنو قيمة البي. الانبوت باترن هو بايبولر، راح نستخدم تو انبوت فيكتور. اوكي، واللي قيمته بايبولر يعني ناقص واحد واحد. الباترن الاول اللي هو عباره عن فيكتور طوله ثلاثه عناصره هي واحد ناقص واحد وواحد. الانبوت فيكتور الثاني هو ناقص واحد واحد واحد. طيب الترانسفير فانكشن هنا شنو عندي؟ ايضا راح نستخدم ثلاث انواع من الترانسفير فانكشن. الاولى هي الباينري ستيب فانكشن اللي طلع لنا اوتبوت يا اما صفر يا اما واحد، وتنفيذها بالماتلاب هو الهارد لم. الترانسفير فانكشن الثاني اللي هي بايبولار ستيب فانكشن اللي هي طلع لنا اوتبوت لو ناقص واحد لو واحد، وتمثيلها او تنفيذها بالماتلاب هو اعاز الهارد لمز. فشوفوا الفرق فقط حرف الاس هنا بين الاعازين. والترانسفير فانكشن الثالثه اللي هو سيجمويد فانكشن اللي تنفيذها بالماتلاب لوج سيج. اذا عرفنا عدد الانبوت وعدد النيورون وعرفنا شنو ترانسفير فانكشن مالتي والانبوت فيكتور، فمباشره اني اكتب قيمه الانبوت فيكتور هنا. انا راح اكتبها بهذا الشكل على شكل مصفوفه بها تو انبوت فيكتور اللي هو هذا السطر الاول مثل الانبوت فيكتور الاول وهذا الثاني. اوكي، يمثل لنا الانبوت فيكتور الثاني. الويت ماتريكس هذه عندي صارت معلومه انطاني اياها بالسؤال، والبايوز ايضا اكتبها على شكل فيكتور. هسه اجي احسب الاوتبوت مال هذه الشبكه مثل ما طالب بالسؤال. الاوتبوت لهذه الشبكه، الاوتبوت قلنا اكو ثلاث حالات. بالحاله الاولى اذا كان عندنا باينري ستيب، باينري ستيب هي يعني الاوتبوت مال الشبكه بالحاله الاولى اي 1 يساوي لنا هارد لمز. ايش داخل على هذه الشبكة؟ البي اللي هو الانبوت فيكتور بي مالتي. هنا عندي تو انبوت فيكتور، فهنا راح يطلع لنا حالتين. اوكي، حسوي لها ترانسفير حتى اقلب الرو او السطور الى اعمدة واضربها بالمصفوفة الويت هنا، وبعدين اجمع وياها البايوس. صارت عندي قيمة الان الويتد انبوت الموجود اللي هو يمثل لي الان. الآن حطبه على transfer function hard lim حتى يطلع لي الاوتبوت مال الشبكة بالحالة الأولى لما عندي binary step. كملنا هذه الحالة الأولى، نرجع نعيد نفس الخطوات ولكن باستخدام ال activation function الثانية ال bipolar اللي هي hard limbs W في ال P transpose زائدا ال bios. هذه الحالة الثانية طلعت لي الاوتبوت الثانية، بنحط فارزة منقوطة حتى ينعرض لي الاوتبوت جديد. وعندنا الحالة الثالثة اللي هي عندي السيجمويد ترانسفير فانكشن ايضا W في البايوز في البي ترانسفوز زائدا البي. هذا هو حل السؤال الاول من البروسيجر. المطلوب من عندكم رايت ماتلاب كود تو تيست ذا اوتبوت اوف ا سمبل فيد فورورد نتورك. ايضا تكتبون الماتلاب حتى تحسبون بالاوتبوت للشبكه هذه، بس اللي عندها تو نيورون بالانبوت لاير. اذا عندنا نقطتين بالانبوت فيكتور هذا، اوكي الار تساوي 2، وعندنا 4 نيورون ان ذا اوتبوت لاير. اذا الاس مالتي 4، يعني عدد النيورون الموجوده بهذه اللاير هي 4. ايتش اوتبوت نيورون هاف ا بايوس فاليو، اذا ايضا اكو قيمه للبايوس، كل وحده من ذول النيورون داخل عليها قيمه بايوس. وعندنا يوز 4 انبوت بايبولار باترن. افترض انه انت عندك عدد الانبوت باترن هو 4، يعني تدخلون 4
عناصر للفكتور. كل واحد من ذول الباترن طوله 2، طوله 2 عنصرين يعني. وعندنا البايبولار ترانسفير فانكشن. طيب اذا هنا عندنا البايبولار هي ثابته، فقط تجربه واحده. عندنا عدد الانبوت فيكتور اللي داخل هو 4، فالمطلوب من عندكم انه تكتبون ماتلاب كود حتى ينفذ لنا هذه الترانسفير فانكشن. الديسكاجن مطلوب من عندكم ديزاين تو اوف ذا كرييتد نتورك، صمموا شبكتين اوكي حتى تشتغل ان بارالل بنفس الوقت. having different transfer function يعني كل واحد من ذول النتورك لها transfer function مختلفة. both network would have the same input، يعني افترضوا انه الانبوت اللي داخل على ذول الشبكتين سوية في نفس الوقت. فهذه شو راح تمثل لنا؟ راح تمثل لنا من اللي شرحناه سابقا. find the outputs of the network using the same early mentioned parameters. إذن البراميترز اللي تحتاجوها حتى تنفذون بهذه الشبكة من تاخذوا من البروسيجر بارت 1، يعني من هذا عندكم هذه البراميترز. يعني البايبولار هذ من ثلاث، ممكن تكون ثلاث حالات، او ممكن يكون الشيء اللي ممكن يحقق لكم الشيء اللي تريدوه. مثلا شنو ممكن تكون تو ديفرنت نتورك، ممكن تكون اند والثانيه تمثل لنا الاور وهكذا. تتذكرون هنا ايش قلنا؟ قلنا كل واحد من ذولا ممكن ينفذ لنا فد فانكشن مختلفة عن الثانية. إذا غيرنا قيمة الويت وغيرنا قيمة الترانسفير فانكشن ممكن أحصل إن كل واحدة من دول النيوران فد شبكة تنفذ لي فد أوبريشن معينة أو مختلفة عن الثانية. لهنا أنا خلصت التجربة.